بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشرح لاب 4 Social Network Analysis. اللاب بيتكلم عن ال Centrality Measures. اللاب بيتكلم عن ال Node Centrality Measures. مبدئيا ال Node Centrality Measure ما هي إلا just measure بيقيس لك أهمية النود، يعني بيقيس ال importance بتاعت النود، بس من كذا perspective. يعني عندنا perspective إن هو بيقيس عدد اللينكس اللي متوصلة بالنود، برسبكتيف تاني ان هو بيبص ان النود دي في السنتر، وفي برسبكتيف تالت اللي هو البتوينز، ده هنشوفه يعني قدام. بس زي ما احنا قلنا، يبقى احنا اللي هناخده النهارده هي الديجري سنتراليتي، الكلوزنس، البتوينز، في هارمونيك. الهارمونيك ما هو الا تطوير بس على الكلوزنس سنتراليتي، والايجن فيكتور والكادز هم ان شاء الله مش داخلين معانا في الكويز، لانهم يعني كانوا مشروحين بشكل نظري في المحاضره وفي اللاب. ماشي. دلوقتي هنتكلم عن الديجري سنتراليتي. الديجري سنتراليتي ما هي الا ان انا بشوف النود واشوف النود دي متوصله بكام لينك، بس دي الفكره. يعني نشوف مثال، نود رقم واحد. نود رقم واحد مثلا هي متوصله بلينك بخمسه، وبلينك بسته، وبلينك باتنين. يبقى الديجري بتاعت نود واحد هي ثلاثه. طيب في حاجه مهمه، يعني اعتقد معظمنا اتلخبط فيها في المتر، ان الديجري سنتراليتي هي تفرق عن النورماليز ديجري سنتراليتي. تفرق ايه؟ تفرق في القانون. يعني النورماليز ان انا بحط الحاجه في سكيل معين او في رينج، لكن الديجري ان انا بجيب القيمه از ات از. فانت هنا جبت ان هي 3، بس هي لو طلبت في السؤال تجيب نورماليز ديجري سنتراليتي، فانت لازم تحل بالقانون ده، اللي هو هتقول الديجري بتيكوال 1 على ان ماينس 1 في اللي انت كنت جايبه اللي هي 3. ال n دي هي عدد النودز في الجراف بتاعك، فانت هتشوف عدد النودز في الجراف بتاعك كان 6، يبقى 1 على 5 عشان n ماينس 1 في 3. 3 بالنسبه لي، يعني انا بتكلم على نود 1 بس. ده كده كان اول ميجر ببساطه. بس تاني ميجر هو الكلوزنس سنتراليتي. الكلوزنس سنتراليتي هي بتبص لاهميه النود عن طريق ان هي قد ايه هي سنتر في الجراف ده، قد ايه هي تقدر تتكلم مع نودز كتير. بس يعني ده الكلام النظري. ان هو برضو كل نود دي قريبه لكل النودز الثانيه في الجراف، يعني مور سنترال. وده يعني كونكلوجن هنعرفه قدام. القانون بتاعه ان انت بتقول الكلوزنس بتاعت اي نود بتيكوال 1 على سميشن الديستنس اي جي. نخلي بالنا من القانون ده، نلاحظ ان السبميشن محطوطه في المقام، لان احنا هنحسن عليه شويه، وهيبقى السبميشن على واحد على دي، يعني هتبقى السبميشن واحد على دي ده قدام، لكن هنا اعرف بس ان السبميشن في المقام. والنورماليزيشن بتاعه ما هو الا انك بتضرب ان ماينس 1 في القانون اللي احنا لسه قايلينه ده. نشوف اكزامبل. ماشي. يعني هو انت عايز تجيب الكلوزنس سنتراليتي بالنسبه لنود A، فهتقوم عامل ايه؟ ثانيه، هتقوم عامل تيبل كده from A to B. طيب from A to B في كام ديستنس ما بينهم؟ ديستنس واحده. طيب من A ل C في كام لينك؟ اثنين، ده الشورتس. طيب من A ل D ثلاثه، يبقى ثلاثه. خلي بالنا دايما لما اقول كلمه ديستنس يبقى انا بكونسيدر الشورتست ديستنس او الشورتست باث، يعني وات ايفر. الاي والاي برضو هي 1 2 3 4 باينري. الاي والاف هي 5، الاي والجي هي 5، الاي والاتش هي 4. طيب الاي والاي، الاي اصلا مش متصله بالجراف، فبالتالي هي انفينيت او انفاينايت كديستنس، فانا مش عارف اوصل لها اصلا لو فاكرين يعني من القلب. بس فبنعمل ايه؟ هنجمع كل ده اللي احنا جبناه ونعمل واحد على واحد على ما لا نهايه، فهي بصفر. بس ده كده الكلوزنس سنتراليتي بالنسبه لنود A وبالنسبه لنود D. لو جاب لك نقطتين وقال لك احسب لي كلوزنس سنتراليتي، طلعت نود اعلى من نود، الكونكلوجن ان هتقول ان النود الاعلى دي هي مور سنترال، هتقدر تتكلم مع نودز اكتر يعني في الجراف بتاعنا. بس كده، ده كده كانت الكلوزنس سنتراليتي ببساطه. وما ننساش ان هو لو عايزها نورمالايزد فاحنا هنضرب في ان ماينس 1، ده كده كلوزنس بالديجري. ده جراف مالناش دعوه بيه.
الهارمونيك سنتراليتي. الهارمونيك سنتراليتي هو فاريشن من الكلوزست سنتراليتي. اوكي، هو فاريشن من الكلوزست سنتراليتي، شغال في الاندايركت جراف. ما هو الا ان انت بدل ما كنت بتجيب الديستنس وبتعمل السمشن في المقام، لا انت هتخلي السمشن على الكسر نفسه، يعني سمشن واحد على دي اوف اي ان جي، يعني انت هتقول واحد على دي اوف اي ان جي بلس واحد على دي اوف اي ان جي اند سو اون وهكذا. لكن هناك انت كنت بتقول، انت هناك كنت بتقول ايه؟ كنت بتقول واحد على سمشن الديستنس، يعني كنت بتجمع الديستنس وبتقول واحد على، لكن هنا انت بتجمع الكسر. ده الفرق عشان ما نتلخبطش، يعني اتمنى اكون ما حدش متلخبط. بس يعني هي نفس الفكره. لو هناخد المثال من دي لكل النودز، انا بيبقى انا كده بحسب ايه؟ بحسب هارمونيك سنتراليتي بالنسبه لدي، يعني من دي لايه؟ في كام باث؟ في ثلاثه او ثلاثه لينكس. طيب يبقى واحد على ثلاثه زائد، طيب من دي لبي في كام باث؟ في اثنين، يبقى واحد على اثنين زائد، يبقى من دي لسي في كام باث؟ واحد، يبقى واحد على واحد زائد وهكذا. بقى هنقعد نكمل كده لحد ما نطلع الريزلت بتاعنا. يعني هي موضوع سهل، بس جاست تعويض، وان انت تبقى حافظ القوانين والدنيا ان شاء الله ايه هتظبط معاكم. بعد كده في اهم ميجر، الميجر ده هو البتوين السنتراليتي. بتوينس يعني انا بشوف قد ايه النود دي بتبقى زي بريدج كده، او بتكونكت ديفرنت سب نتورك، يعني زي كده. هو بالنظر والديفينيشن اللي احنا قلناه، نود 3 من غير ما نبص حتى على الحل، نود 3 هي اعلى بتوينز. ليه؟ لان نود 3 بتربط السب جراف ده بالسب جراف ده، فهي اكتر حاجه بتكونكت الدنيا ببعضها، وهي بالعين برضو هتمر على شورت سباس كتير. لو مشيت مثلا من 0 ل 5، من 0 ل 6، من 1 ل 4، من 1 ل 6 وهكذا. طيب عايزين بقى ناخد مثال، يعني المثال قدامنا يعني، بس هنحسبها مع بعض ونشوفه. ثانية. طيب شباب، البتوينس مثلا لنود 2، نود 2 يبقى انا عايز اشوف الشورت سباس اللي بتعدي على 2. حلو، هعمل ايه بقى؟ يبقى انا عايز ابدا من كل نود، يبقى عايز اشوف الزيرو، الزيرو مع 1 مش هيعدي على 2 منطقيا. طيب 3 و0 هتعدي، و هتعدي يعني هيبقى في باث ما بينهم، ما بين الزيرو والتلاتة. الباث ده انا ما يهمنيش الطول بتاعه قد ايه، بس يهمني ان في باث. طيب يبقى واحد. طيب ما بين التلاتة والواحد في برضه بعدي على اتنين، في باث. بس خلي بالك لو حسبت تلاتة وواحد ما ترجعش تحسب واحد وتلاتة، لان هي لان الجراف اندايركتد. طيب اربعة وصفر في باث، ما يهمنيش الطول بتاعه قد ايه. ماشي. خمسة وصفر في باث بيعدي على 2 يبقى احسبها بواحد. 6 و0 في باث بيعدي يبقى احسبها بواحد. نخلي بالنا بس ان لو في 2 شورت باث، واحد بيعدي على النود بتاعتنا واحد ما بيعديش، فكده هنكتب هنا 1 على 2. طب ايه هي تفسير الكلام ده؟ يعني تفسير الكلام ده ان ببساطه احنا عندنا 2 شورت باث، بس واحد بيعدي على النود اللي احنا بنحسب لها البتوينس، واحد لا. فالإجابة هتبقى 1 على 2 لو كده. يعني أكيد دي كانت في المحاضرة، ممكن تبقوا ترجعوا لها يعني. وبعد كده إن إحنا بنقعد إيه؟ بنقعد نجمع الأرقام اللي إحنا بنكتبها هنا دي، ودي هتبقى البتوينس. بعد كده لو هو عايزها نورماليز، برضو نرجع لقانون المحاضرة، كانت 1 على n-1 في n-2. ده في المقام يعني، 1 على n-1 في n-2. بس ده كده كان اللاب. احنا ممكن نعمل ريكاب سريع او نشوف المحاضرة. ماشي. فده الحتة اللي انا كنت بقول عليها، ان في البتوينس انت ممكن يبقى عندك اكتر من باث بيوديك، يعني مثلا من 1 ل 5 هعدي على 2 لينكس. طيب ما هي لو انا جيت كده، بس في فرق. لو انا بحسب البتوينس لنود 3، انت كده عديت عليها مرة، عديت عليها مرة. طيب ما انت ممكن تمشي الباث ده، يبقى انت عندك، انت ممكن تمشي مره بنود 3 بس. اوف توتال نمبر اوف شورت باسز كام من 1 ل 5؟ 2. انت ممكن تمشي من 1 2 5، وممكن تمشي 1 3 5،
فانت عندك الاختيارين، يبقى عندك 2 شورت باس في المقام، بس كام واحد بيعدي على 3؟ هي 1. وده التفسير اللي خلانا من 1 ل 5 هي نص. المثال ده طبعا فيه غلطة، ان المفروض يضيف من 2 ل 4. من 2 ل 4 في باث اهو بيعدي على 3، وهو باث واحد، فهو واحد. انا مش مهتم في البتوينس بالديستنس، انا مهتم في باث ولا لا. لو في خلاص، فده يفسر لنا دايما ان احنا بنقول واحد واحد، ما بنقولش الديستنس. النص دي جت من ان في طريق واحد بيعدي على النود، وطريق تاني هو شورت باث برضو بس مش بيعدي، ده اللي احنا قلناه من شويه. اوكي. القانون اللي هو النورماليزد برضو عشان نبقى شايفينه، 2 على ان ماينس 1 في ان ماينس 2 في القيمه اللي احنا طلعناها من تحت دي. يعني فككم من الكلام ده، اعتقد ان الطريقه اللي احنا قلناها سهله اكتر. ماشي، ممكن نعمل ريكاب كده سريع. يبقى الديجري، يبقى السنتراليتي عامه هي بتقيس اهميه النود، فيها 3 برسبكتيف، الديجري والبتوينس والكلوزنس. الديجري هي بتعبر عن عدد اللينكس المتوصله في النود، هنا النود دي متوصله ب3، عرفنا القانون بتاعها ان هي 1 على ان ماينس 1 في الرقم اللي احنا هنطلعه ده، ده النورماليز. لكن مش نورماليز، انت هتعد اللينكس بس. طيب البتوينس، البتوينس هو ان انت بتجيب ما بين كل النود، ما بين يعني مثلا انا بقيس البتوين الكلوزنس لنود 3، يبقى اروح من 3 ل 1 ل 3 ل 2 ل 3 ل 4 ل 3 ل 5 وهكذا، واعمل القانون ده. والنورماليزيشن بتاعه ان انت هتضرب في ان ماينس 1 بس. الهارمونيك، الهارمونيك نفس الفكره، بس انت بدل ما بتصم الديستنس في المقام، لا انت هتصم الكسر، يعني 1 على 5 زائد 1 على 3 وهكذا. بس ولو نورماليزد هتضربه في 1 على ان ماينس 1. تعالوا نشوفها. يعني فرقت عندي في انها تضربها 1 على ان ماينس 1، لكن هنا يعني خلوا بالكم من الحته دي. ايه تاني؟ البتوينس، البتوينس هي بتقيس لو النود دي بريدج ما بين بتوصل ما بين كام سب جراف زي هنا. طيب بس، وبتفضل تقول بقى يعني مثلا من صفر لواحد في حاجه بتوصل بتعدي على 3؟ لا. طب من صفر لاثنين؟ لا. طب من صفر لاربعه؟ في باس. طب من صفر لخمسه؟ في باس هكتبه. من صفر لسته؟ في باس. كده انا خلصت الصفر، هرجع من واحد، من واحد لاثنين هل في حاجه؟ لا. من واحد لصفر ما قلناهاش، هي لا ما فيش، واحنا قلناها قبل كده وهكذا. فده اللي بنقعد نعمله. ومن واحد لاربعه؟ في باس وبيعدي على الثلاثه وهكذا بقى، ده اللي احنا بنقعد نعمله في البتوين السنتراليتي. الايجن فيكتور والكادز هم مش علينا، معلومات نظري بس للمحاضره بس كده يا شباب، بالتوفيق.